يا ولا انت لسه قدامك كتير علشان تتعلم. اقعد. ما يصحش حاجة. اقعد. اللي كانوا بيزودوا قدام فتوح دول ناس الكل عارف اللي معاهم فلوس ويقدروا يزقوه ويخرجوه من المزاد. يعني انا لو وقعت من قعر القفة يا حاج، يعني المعلم فتوح كده كان طرام لسناني واداني ان شاء الله 100 جنيه. لا، المعلم فتوح عجنك وخبزك وعارف ميتك واصلة لحد فين، علشان كده ما استعلاش يعبرك وسبك تهوى. يا سلام، ربنا يخليك يا حاج. دلوقتي بس فتحت عيني وشلت الغمامة اللي عليها. خدها مني نصيحة يا لعبده، التجارة نصها شطارة وفهلوة، وعلى رأي المثل العطشان يكسر الحوض. يا سلام، معاك حق يا حاج، العطشان يكسر الحوض. تسلم ايديك يا فاطمة، يدوم يا معلم. بالهنا والشفا، عجبك طبيخي يا سيد؟ وانا تايه عنه يا فاطمة. يلا عقبال ما تطبخ لك بنت الحلال. ها اديني بدور يا بنت والدي ودايخ. دوخ ليه يا اخويا، ده انت الف واحده تتمناه. ايدي على كتفك يا اختي. بقول لك ايه، ما تاخد سعديه بنت جابر بتاع الفول. ايه رايك يا عبدو؟ عبدو 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 مال ايه في ايه؟ ده المعلم سرحان ومش معانا خالص. انت اللي فيه ايه؟ انا معاكم وما فيهاش حاجه. كنتوا بتتكلموا في ايه؟ عايزين نجوز سيد. يا سلام، الف مبروك. الف مبروك يا سيد. مين العروسه بقى؟ مش بقول لك ما كانش معانا. انا اخترت له سعديه بنت جابر بتاع الفول، رايك ايه؟ والله رايي رايه، هو اللي هيتجوز. كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. انه جنب اللي يريحك يا سيد، رايك ايه؟ انا بقول يا فاطمه يا اختي انها صغيره عليا قوي. يا اخويا انت بتكبر نفسك ليه؟ جرالك يا فاطمه، اخوكي شايف انها صغيره عليه قوي. خلاص سيبك من الصغيره عليه قوي. قولك ايه، في البيت ناديه اخت كامل العجلات. لا دي بعيد عن السامعين في السجن. ايه يا مصيبتي في السجن؟ بيقولوا انها ضربت زبون عند اخوها بالمفك فتحت له قرنه. ضربته ليه؟ بتقول انه عاكسها. جدعه جدعه، البت دي اللي لازم تتجوزها يا سيد. انت بتقول ايه يا معلم؟ انا بتكلم جد مش بهزر. بنت واحد بيعاكسها جابت قرنه بالمفك، مفيش اشرف من كده. لا 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 يا اخويا بطل، هو ايه اللي مفيش اشرف من كده؟ واحنا لاقيينه قدر قال لها شيلي دي ولا حط دي، الامر ما يسلمش. يا سلام تجيب كرش اخويا الجدعه. ايه بقول لك ايه يا سيد، تهت ولقيناها، ما تاخد فتحيه بنت نعيمه الدلال. لا لا يا فاطمة، دي كبيرة عليا، كبيرة قوي. ولا كبيرة قوي ولا حاجة. أختك فاطمة دي عجيبة. أهو أنت دلوقتي كبرت أخوك، يعني تصغري وقت ما تحبي وتكبري وقت ما تحبي. إيه يا عبدو، عايزة أجوزه والله. تومي ما تنقلوش، غير أم لسان طويل دي. حق يا معلم، لسانها فرقلة. معاك حق يا سيد. وربنا أنتوا الجزء واي، دي زي الفول وقلبها زي البفت، او في حد ناقص لسان دلوقتي؟ عجاي.